الإنسان في طائرة، في قنبلة، في زلزال، ما قيمة الجسد؟ الجسد بعد مدة طبعا الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب بعد الخلق. أقول لك شيء، إيه اللي يحصل للجسد نفسه بقى؟ تعالى أنت جيت لحتة مهمة. نعم. الجسد إحنا سبناه ومشينا. طيب. بعد 4 أيام يتحلل. لا. تسيل الحدقتان الأول. العين دي المائية تسيل. نعم. خلاص. بعد 11 يوما تظهر بقع بنية على الجسم وداكن على الجسم. بعد 2 أسبوع يبدأ انتفاخ الجسم. بعد 2 أسبوع تظهر ديدان لا يعلم عددها إلا الله، من أين تظهر هذه الديدان؟ تبدأ في أكل اللحم. لا. فلا يبقى منه إلا العظم. الذنب. عجب الذنب. عجب الذنب. آخر العصعص. خلاص. لا. بعد ما تنتهي الديدان من أكل الجسد تأكل بعضها بعض. يأكل بعضها وتختفي. تمام؟ الأغرب من الخيال، هذا متوفى عادي وهذا شهيد في قبر واحد، الديدان تأكل هذا والديدان لا تقترب من هذا، من الذي أعلم الديدان أن هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟ الله. ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كفى ببرق السيوف حوله فتنة. تعايز يفتن مرتين وفوتن لما شاف السيف مات. شاف برق السيف، الموضوع مرعب مرعب. مش الرجل لما حفروا له الكفن امام الامير وشهروا السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. على ده شيء يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد واسمه احمد يقول اسمي محمود، او يعني ما لا اسم لي. صحيح. فالقضيه ان القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد، فيستثنى منه الشهيد. طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا 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 ياتي ملكان فيجلسانه، يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس، ليس هنا عذاب الا على في الاول، هذا يجلس في السؤال، في السؤال مش بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم، يحدث لكن على الروح. تماما قولا واحدا. نعم ان شاء الله. طب معذره يعني ربما يتساءل بعض المشاهدين وانا منهم، من اين عرفتم انه تسيل الحدقه العين وتظهر بقع بنيه داكنه وينتفخ الجسد وياتي الدود وياكل؟ علماء البيولوجي، علماء الاحياء قالوا هذا. مثلا اي عالم في تشريح عالم هيقول لك نفس التعبير. تركوا جثه ام في القبر، نصف حاله في القبر على خاصه القبر. سبحان الله نفس القضيه، ما هم متخيلين الجسد يعني علميا اين يذهب؟ علميا بالتحليل العلمي. هذا تحليل علمي. لم يرد في اثر او لا لا تحليل علمي. تحليل علمي من مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا. نعم. الأعمال الصالحة التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله أكبر. يأتي الملكان لحسابه فتقف الصلاة عند رأسه، الصلاة التي كان يصليها، لا أوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحج عنه. جميل. روحوا نحت فمه. يأتي القرآن يقول لا لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا أوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة، لا أوتى من قبلي. يروح عن يساره يجي الحج، لا أوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال؟ هذه الحراسة، هات أنت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر. طيب انقطع عمله الا من 3، هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا، هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو يعني الصلاة عند الرأس؟ نعم يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم أن الأعمال الصالحة تدافع وتذود عنه، لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من يعني من الأشياء التي يجب أن يراعيها الإنسان. فلنكثر من هذه الأعمال بلا شك، بلا شك. وهذا هو المطلوب من كلامنا عن الوعد الحق. يعني أنا ما زلت أخفف عنك الحلقات.
بارك الله في فضيلتك. لان انت عندما تبكي ويبكي المشاهدين طبعا مش هنكمل كده، احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا باذن الله. طيب. طب